الو الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا محمد ياك. اييه كنت اتصلت بك ذاك النهار وما كانش تجي. كنا عطيتك المرة اللي رحت نيتو باش تشوفي وانا فرحانة باللي جيت تجي ربحت السيد. شكون معايا؟ عرفت شنو غادي نقول معاك. بوسرة مدينة سلا. بوسرة شحال في عمرك؟ 30. من باغي ديري هاد التاست؟ واحد السيد. شنو سميتو؟ سميتو سي محمد نيف. منين؟ من مدينة سلا. شحال في عمره؟ 28. انت كبر منه بعامين. انا كبر منه بعامين. شحال كون عقلتي ليا؟ لا شحال انت معاه؟ دابا تقريبا شهرين. اوكي عطيني الرقم ديالو. 06 اها اها هي 29 ياك. صافي يلا ما تقدريش تنقولها لك. من ورا يكون شاف الطريق. فين غادي؟ جاي جاي لهنايا لهنا. فين كان؟ سافر جاي لهنا. صافي يلا. الناس عقلوا عليك هنا. عقلوا عليا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ سي محمد هذا. ايه لا كان ممكن عشتو معايا. تحياتي لك بعدا. صافا سيدي بخير؟ العائله والاحوال ديال كل شيء مزيان؟ الحمد لله الحمد لله. معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. ديجا مفرش البرنامج ديالنا استاذ سي محمد ولا لا؟ مزيان مرحبا بك. السي محمد انت حاليا معنا على المباشر. السي محمد مدينة سلا عمر 28 سنة. أيه. تحياتي لك وتحياتي للناس ديال سلا. جانا واحد الاتصال من عند واحد السيدة هي حاليا معنا على المباشر قالت لنا بلي انت وياها في علاقة حب مع بعضياتكم مدة غادية للعام وبغات دير لك واحد السيربريز. انا ندوزها لك السي محمد اوكي؟ أيه. مرحبا قول يا استاذ قبل ما ندوزها لك شكون هي هاد الانسانة اللي جات في بالك حاليا؟ لا لا هادشي كنقول انا غندوزها لك انت غير تفضل عطينا غير الاسم ديال السيده جات بالك وغادي ندوزها لك وغادي تفهم كلشي. هي واحد سير واحد سيربريز كيت واحد سيربريز كيتسناك زويون. ماشي مشكل الله يكمل عليكم بخير. حنا هاد الحب هادشي قالت لينا داكشي علاش حنا كان المهم داكشي علاش هي باغا دير لك واحد السيربريز. يكفي انك تعطينا الحرف الاول من الاسم ديالها. تفضل خويا شحال انا غادي نسيك دابا خويا وغادي نشد واحد الطريق صعيبه. الله يوصلك على خير ماشي مشكل حنا ما غناخذوش من وقتك بزاف دقيقه اللي غناخذو من وقتك لا غير. اعطيني الحرف الاول من الاسم ديالها باش غندوزها لك تقول لك الهضره اللي متصله على البرنامج باش توصل لك ونخليوك ترافقك السلامه ان شاء الله. نعم فعلا الاسم ديالها كيبدا بحرف ا. قالت لنا باللي كيوقعوا بزاف المشاكل وكترجعوا كيوقعوا مشاكل وكترجعوا داكشي هي علاش اتصلات باش ان شاء الله باش ان شاء الله تصفى الخواطر وهذوك المشاكل ما يبقاوش. وي بطبيعه الحال خليك معايا ولكن رد البال في الطريق عافاك. صافي يا اختي بشرى كنظن سمعتي كلشي. لا قال لك كانوا مع بعضياتهم وتفارقوا وعاودوا رجعوا وتفارقوا معنا هذه معها مده طويله والحرف الاول من الاسم ديالها كيبدا بحرف ا. اوكي اذا كان ممكن قول له بغيت غير نتاكد واش قول واش امينه واش هذه قول غير باش ندوز لك السيده. لا ما يمكن هو دابا شوفي الا بانت المعنى اختي العزيزه لا فايده في التكرار. المهم حرف ا جي انت اعتبريها اسماء امينه. خليك معايا استاذ خليك حنا كنتصلوا بها. واخا دوزوا يلا. سي محمد الاسم ديالها اي عرفت الاسم. لا راه غير كتسمع لك غير هي بغات تسمع الاسم ديالها. عطيها الاسم راه غتهضر معاك مباشره هي غتهضر معاك دابا ما بقيتش انا نهضر معاك انا. امينه امينه فعلا ها هي معاك تكلمي معاها. الو الو وين وصلتي ولا مازال؟
خلصتي ولا مازال؟ مازال. شكون أمينة؟ شكون أمينة؟ شكون أمينة؟ شكون أمينة هذه اللي انت يا اللي انت فارع راسك وفارع الدنيا بها؟ شكون هي بوشرة بالنسبة لك انت؟ حاسب كل شيء وباز اخويا الله يعطيني وجهك. الحمد لله شتي الحمد لله الانسان ملي ربي كيحط ناس في طريقه باش يبينوا له الصوره الحقيقيه ديالك. الحمد لله ماشي انا اللي غلطه. وسير اخويا عند امينه الله يكمل عليك بخير. قمت تبدلتي هذه الايام على وديت امينه تخافنتي معها وعاودتي رجعتي معها وتخافنتي معها ترجعتي معها. وسير الله يكمل عليك بخير. رجع عند راني تمدى لا تتسناك. بلاتي راه قطع غنشوف واش غيجاوب. لا ما غيجاوبش ما غيجاوبش. صافي شوف اخي سي محمد. الو علاش قطعتي؟ انا ما قطعتش. ما قطعتيش بشرى بلا ما تفكر في المواضيع. شمن المواضيع شمن المواضيع بغيتي نجبد انا وياك دابا؟ ودابا انا عطيت معاك ديك ما بقيت كدير في المواضيع راه قلت لك ما كاين حتى شي حاجه. دابا انا عارف حاسس بشي حاجه. وعلاش بالضبط هاد امينه؟ علاش بالضبط هاد امينه؟ علاش علاش بالضبط امينه؟ يعني داك شوف 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 ما تبقاش تهضر بزاف ما تبقاش تهضر بزاف. الشاهد انت اللي تيكون عنده واحد الاحساس كيكون الاحساس ديالي انا الحمد لله. هادشي انا مرضيه والديا الحمد لله مرضيه خوتي مرضيه الجامع سميت الجامع. شتي انا قلتها شوف انا قلتها لك قلت لك اولد الناس انا راه خاطر عيا ما تطير تهضر وتكذب ودير بزاف الحوايج. غيجي واحد النهار الا بغيت نعرف شي حاجه غادي نعرفها والحمد لله انني عرفتها في هذه الساعه هذه وفي هذه اللحظه هذه. دابا ما كنثقش انا حاليا شي انا اصلا ما نثقش ما باقاش نعاود نثق بشي حد. سمعتي وانت انت اول واحد واخر واحد. شوف 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 انا تنقولها قدام كل شيء انا وياك سيفيني ما 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 بقى بيني وبينك حتى شي حاجه ولد الناس. ما كتعرفني ما كنعرفك صافي. انت سمعتي هذا بنيشه من البلان دابا شنتي اش من بلان اش من بلان وين كتعرف دابا البلان ياك انت يا ياك انت يا ياك انت يا كتفاهم واعي وعارف ايوا الحمد لله انا جيت واعيه وفاهمه اكثر منك ولد الناس. شوف يقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله. خويا سيمو شكرا سي محمد. وي سريري شكرا خويا بزاف لعلي خطيك والحمد لله انه اليوم شد لي الخط. صراحه كنت محتاجه انني ندير هاد التيست والحمد لله ربي ما خيبنيش وحق الله. شي انسان تكون عنده خويا الحاسه السادسه ديالو انا كنصح بها جميع البنات. شتي الا كانت عندها حاسه السادسه تجاه واحد الانسان او اللي حسيت بشي شخص كيكذب عليها وكيستغلها غير تصوي وطلب من ربي انه يحيي فيها هاد الحاسه هادي وتكون متاكده بان ربي غادي يبين لها اي حاجه اي حاجه ما غامضه غتبان لها في يومين في سنه في شهر. المهم المهم ما تفقدش الامل في الله حيت اللي ضاقت به يرجع لله. انا كنت كان موعد بالزواج وهادي امور العيد امور هذا وانا قلت لك ديك النهار كنت قلت لك بانني انا حسيت به بحال كان مخاصم مع شي وحده وجا عندي انا بحال انايا بحال ديك هذيك البوسمون ديال القلب دارني على سميتو باش زعما يداوي شويه داك الجراح ديالو. دابا ملي عاودت رجعت ليه سيت تقلب. هادشي علاش ربي دارك انت حطك انت في طريقي اخويا. شكرا بزاف الله يعوضك الله يعاودك اختي العزيزه الله يعاودك اختي العزيزه. شكرا اخويا بون كونتينيا اخويا شكرا. مرحبا داتش ليها خوتي. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا اختي عزيزه بخير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الله يبارك فيك الله يحفظك. شكون معايا؟ معاك سعاد. منين؟ من مدينة الحاج. وطاط الحاج. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك فعلا؟ في عمري 32. الحمد لله. من باغا دير هاد التيست؟ عبد النبيش. عبد النبيش من مدينة وشحال في عمرو؟ من بقات الحاج عمرو
الهاتف. شحال انت معاه؟ تقريبا عام. ماري لي النمر ديالو 06. الحمد لله. 06. اها ايه اها اها عاودي اها ايه ايه يلا ما صدريش حتى نقولها لك. طافي اختي النمر ديالو. ايه ايه يهديكم الله ويصلح بالكم. طافي اختي العزيزة. واخا سي الو السلام عليكم. الو وي سلام. صافا خويا بخير؟ الحمد لله. شكون معاه؟ الحمد لله اختار الرسول. الو